الكواري. عبد الله إلى يونس علي، يونس بالخطأ لم تصل إلى ميشيل عبد الله. أمامك النتيجة، الأهلي 3-0 للشمال. سعود الأهلي من جاء للتو إلى أرضية الملعب إلى سعيد بوطاير. سعيد بتحرك يعطي الكرة بالجانب الأيمن، التمريرة العرضية والرأسية لداغانو. داغانو أخيرا يستيقظ، داغانو يستفيق ويتذكر أيامه ولياليه ويأتي برأسية في شباك عامر عبد الله. داغانو يستذكر ويستعيد التهديفية.